السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت شرفت لك وحنا نجرب بدأ من بسوء وضع إن وحارة أنا عن إذن لو ذابو إن فإذا دقولي هاي ملبكة عن استعمالنا إن ملبكة عن استعمالنا قفك استقوى الصومالي كلي وقرنية فإذوين كجرت الصومالي مركة فإذوين بدن وحاجر قفك كقرصون ووصن إنت بدن ووصن أغين وحياة بدن وحاجر إنك أن كدوين يجو حياة أن كدوين إنت بدن لكن ودابة وكي هاي هدبا وحير مرتبة الآن دول استاغنوا ملبكة يحلقة وصوب اللوضي ملبكة تاريخان وحال الشيغاء إن الاستعمال جري مدوكة بدن سدح بقول وكون وصنو وحلقة نقول لها عيسى كهر الاستعمال جري سيدوكا لوحا استعمال جري فراعين تهوري يبونا يبو متقنا يكيت سدو سيدا وحيابها متقنا لو كيدي يكيب أكرا يكيت جري مركا وين استعمال جري وحاكو لأيو استعمال جري فراعين تأيضا إيه إن متقنا إن ميتك ما يوقف ودنتو إلا مرمريو إلا مرمريو وقف يوسن درسومينين وأيو حلولي هاي إن بكتيريا دا إن 10 سكون كما دولنا كارتو إن متقنا إكر إيه فرشو إن مالا بكور كيسة كما دولنا كارتو إن قصة جرتي أو متقنا إذا لفت هذا كشيكين سعر تأيضا إيه واغا إيدي اللي تجابي وحالي لي إلما يربع دنتي كدي بوحا متقنا سمتوق بأتي لمرمريو أو روشوي مالا يا لا نحن نجي روضة وري مركا تبصر كتب يا لوس بحي مكسب حلو أركي إن وصل دور سومين وحبنا قن عادي سوت أنا إن وياه مركا حتى جرك ترى مركا مربك قابك يدك وراء يوسف مال شرين إن مربك وحكم ده وحياه متقنا يدك وراء يسكو هدية شرين يوم متقنا يكمل ده وقف ممكن مركا هدية قالي هاد كدوسين سو مرب بلا سينجر مركا وحيابها كلو إذا مثلاً هذا التوراة أو كم مثلاً سؤال طبعاً حكم إذا إملا ليجري نبي الله سليمان وإله أفضي وح والبابا إنه أذكر إن جنكي أدري جري إن كينان روها ملك أو كينان هذا جري وإيش ما خلاص كده بس ما نجري مركا القرآن كان كريم كا إسمه مثلاً سورة النحل إله مثلاً وش شري فإذا كجرت مركا إله أولي وأوحينا إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا مركا فإذا ذا كجرتو متقنا ببادن تاي دادك ورمكا قاب كاسي واستعمال ترين زبن كيني نمس العصادة كلسو قارينة دي قرآن كي يوح كشرة بادن أنجر ما أطلع من الله وشاري مركا وحانا كميد أه فإذوين كيسا وحالة الماما إن ملب كداري في الفعوني وحونا بقول قرام oo malab ah jirka siya 300 oo xaraarad ah halkii kiilo gram wuxuu u dhigmaa cunta ahaan 5 litir oo caan ah ama 20 xabo oo moos ah ama 20 xabo oo liin bambeela ah ama 10 xabo oo ukun ah waad fiiri waxaad ku garan kartaa waxa uu leeyahay 100 gram kiri eh inta jirku siinayo iyo qudarta anaga aan isticmaalno iyo cuntada inta oo ka dhigmayo inuu aad ba taqanay uu oga fara badan yahay yaa ma taqanay inta garan karta marka fitaminada ku jiro adiga ma taqanay aan dul istaagno waxa kamid ah ee malabka sidoo kale waxa laga helaa vitamin A vitamin B iyo C inta ma taqanay waa ay ku jiraan oo waa laga helaa waxa kale ma taqanay ku jiro waxa kale ku jiro vitamin B2 ku jira vitamin B5 vitamin B6 inta ma taqanay waa laga helaa oo ma taqanay malabka ay ku jiraan marka waxa rabnaa marka in aan sheegno cudurrada ee ma taqanay lagu daweeyo markii aan hadda soo sheegnay xilliga uu soo bilaawday aan sheegnay faa'iidada ee vitaminada ma taqanay laga helo cudurrada lagu daweeyo idan ma taqanay bal aan dul istaagno كو وذاك لو جدوا يو وها كميد اه انفكشن كا انفكشن كان لين هاي وما كي وها لو جدرا سك سكري كي ما اسرع يتون يلا سكو درا انفكشن كداو كيين وها كلام تخانة داو دي سك كميد اه ان هرجع كم قدر كصوها يو كو كو اسمي هاي اسرع يلين هذا سكو درتنا داو كيين اسرع متخانة وكان داو ينيا
waxyaabaha kale mataqaanaa u fiican waxaa ka mid ah qabowga, weliba ilmaha yararka markay qabow mataqaanaa ay dareemaan in malab la siiyo asagana dawo ka yahay. Dadka waaweyn la mid haddii mataqaanaa malab iyo xabad sawda ay isku darsadaan iyadana dawo ayay u tahay qufaca iyo mataqaanaa iraaxyada iyo wixii lamid ah uu ka dawooyaa. Laakiinse meesha waxaa ku jirta habka hadda innaga in uu isticmaalno iyo malabka iyo meesha laga helayo dhibka ugu daran taas waa. Maxaa yeelay adduunkii wuxuu ogaaday malabka faa'iidada uu leeyahay, cudurada lagu daweeyo malabka waa la ogaaday. Waxaa soo baxay marka qowlaysato arrinta ayada ka faa'iidaysatay oo si khaldan u qaaday. Shinnidii way joogtaa, way nooshahay, weliba way badan tahay, laakiin dad baa si khaldan intay u isticmaaleen bay waxay sameeyeen in ay sokorta caadiga intay kariyaan ay wax ku daraan in malab laga dhigo meel la fariisiyo, markuu bilkuu yaalana sokortina ay hoos marto, biyihiina ay kor ay maraan. Waa khaa'inama meesha u dambeysay qof Ilaahay ka fogaaday oo waxaa weeye cadaab inuu gelayo asaga xataa mataqaana uu isku qirsan yahay wey, maadaama dee qashu la yimid anagu yiri man qashara fariisa minna, qofkiina khiyaana anaga naga mid ma aha. Marka qofka malab waa in uu raadsado malab fiican oo saafiya, seed ku heli kartaa marka taasaa idan dhib. Kolley soomaalida inta badan malabka khibrad badan bay leedahay, qaarkood waxay ku leeyihiin waa intaa qaado malabka aad dhahritaa fridge qabow badan aad ku sii daysa habeenka ugu baryo subaxa ka soo bixisaa. Malabka haddii sidiisii uu yahay waa malab sax ah, haddii uu isbedelana sax ma aha, waa tijaabooyinka la sameeyo ka mid tahay. Dadka qaarna waxay ku tijaabiyeen malabka inuu saafi yahay in lasoo qaado xabad taraq ah dhex geliyo malabkii kadibna taraqii lagu daaro, haddii uu taraqaas uu baxo daarmo waxay malabkaas saafi waayo, haddii uu daarmi waayana malab haddii waxaan uu biyo iyo eeta sokor la dhex geliyeen maaha waxaa goonayso kibriidkii meesha mataqaanaa dabka qaadi laheyd yaa mataqaanaa yaa shaqaynayn ma daarmayo, kuwana saas ayay ku tijaabiyeen. Kuwa qaarna iyagaaba yaqaano oo malab markay dhadhamiyaan iyo kii sokortaha iyo kii kale yay kala gartaan, laakiin anima kala aqaano. Marka waxaa fiican mar waliba in aad raadsato malab saafiya. Dhanka kale waxaa u bishaaranayaa ninka duqeyda ah waaweyn ee gabdhaha yararka guursanayo maamaha waxaa soo baxay mugta niman duqey ah oo xoogaa jeebkooda yarun yahay oo gabdhihii yararka ahaa 13 jir 12 jir 14 jir inta ugu weyn iyo wixii yar guursanayo, marka waxay dagaal kula jiraan, loolan kula jiraan wiilashii yararka ayay meesha ka saarayaan. Laakiin iyagana caqabad kala haysata oo waxaa weeye iyagana dee ninka nin weyn weye in badan mataqaanaa adduunka soo joogay, marka xoogaa xilcasaan badan mataqaanaa xaggood yaa ka jirta oo iyaga lafta aad u warcoodaan. Marka qofkaas isaga ah ka cawanaya arrinta iyada ah waxaa u fiican inuu soo qaato marab iyo bahkan loo yaqaano barida idaha. Ida dhan maaha, waa midka weyn ee jabsaday, wanka weyn ee jabsaday in baridiis soo qaato soo shisho. Marka hal qaado oo bari ida ah iyo hal qaado oo marab ah yuu qof isku qasanaya habeenkii isu isticmaalaya, waa xaqiiq in sidii waagu dhanyarta ahaa uu kusoo noqonayo uusan isbedelaynin. Waa laga hayaa taayada odayaal badan lagu tijaabiyey yaa la arkay oo isticmaalo. Marka faa'iidada uu leeyahay malabka ayay ka mid tahay mar waliba isku day inaad heli karta malab saafiya. Waxaan ognahay in Soomaaliya hadda ay shirkadda Hormuud ay mataqaanaa aad ay u badisay gaagoorta in meel kasta mataqaanaa ay saarta, markii dhan laga fiiriyana waa nabaad guur baa la dhihi karaa, markii dhan laga fiiriyana faa'iido weeye. Maxaa yeelay markii dhan laga fiiriyo nabaad guur ku noqon karaa in geed kasta mataqaanaa gaagoor la saaro waa aad mataqaanaa looga fiican yahay. Markii dhanka laga fiiriyana waxaa weeye waxay soo saarayaan malabka, waxay soo saaraan dalka kuma celinayaan ee wadamada carbeed u geynayaan, niman aan mataqaanaa marna aan naxariis aan nooga helin oo dalkeena burburinayo iyo mataqaanaa ayay u geeyaan. Taa iyadana mataqaanaa ku dhaliilana shirkadda Hormuud kuma fiicno. Markaan gaagoor idin leh waxaa weeye dalka idin garanin baa laga yaabaay, waa geed santuuq weyn oo loogu talagalay, waxaa soo qabtaa boqorka shinnida waa la geliyaa ama waa mise carfis iyo xaluushi dhuuxaya barfuni wax shinnida soo raacay halkii bay geli bay ku dhali. Marka markay dhasho
هرو ترتيب ما لقى بحين مرض كي كبرت بحين لقى بحين أي كذي حكوا صار هذا صار شنيدي أو كذي هذانا وين بحين مرك ساس كودي ولي قد إيه أبدا كبحين ما سمش ساس كودنا مرك مرك وإن مرك استأت رأسي تام ملب سافي ملب سافي هدي عايش شو فيدوي كان بن أنك شكينني إيه قام تخرج كوف الضنا وادهلي سه وحنفري إن أتكفى إذستين أنت هذا متقنعي أن تستعني فإذا ذا مركة حلو صاب الله وحيالها متقنع اللي قد بيجي أنت فا أنت البرنامج كمل ده كل منه وعلى وعكاش هما ده لسه سنة بتقلي